بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال ميل كستو اد جوجتان نبدي نحرسي كركي نهاتو أيامه خير كبضنا عشر ذي الحجة أيام كجرنا الله سبحانه وتعالى نوحو يدي سنيا أني يدين كمين الدنبيين يكي والدينتين بأودافو أنت إلهي سبحانه وتعالى dambi go dhaafan Allah subhanahu wa ta'ala inu gudaro ayamahan inu ku jirno wa ayama aad iyo aad u khayr badan ilaahi subhanahu wa ta'ala inu quraanka ayuu ku sheegay culimaduna in fara badan ay ka hadashay sida darteed maalmihii 10ka ahaa gabagaba ay ku sii marayaan baritolo la joogana maalintii 9aad ay noqonaysaa ayyuul arafa ah maalinta arafana خير بدن أي وضعها نبي قل السدو لي عليه الصلاة والسلام وفكي ما أنت يوم العرفة الصومة طبعا وددك أن يجو حرم كتشوغن ويا ما أنشوغن ما عرفة أنشوغن إلهي سبحانه وتعالى وحود مدافية سند لصور أفي سند صو صعدة سيدين وضوك سورنا هاي ومد نبي محمد ومد عمر قيد وقامية هاي ما بين 60 و70 تضبات إيه اللحظة أنت أود حيسا يكورك تا ومدن عمري كذا كي إله سبحانه وتعالى أود عافينا تبر دري يوح كل عفا ونحنون يو يوح اللهم ده سديت نشر سجاش نشر قف في جارنا أود يسوع أود سكا جابوين هلك أمضيه إن جوه الرئي عمري قالوا ده رين شري سدا درت إن قف ما هدي عمري قالوا ده ريو وحوي ده خير كيس يوح وتا عباده دي سيها وش يسوي وتا قف في عمري قالوا ده ري إله سبحانه وتعالى من عباده وافتشيو تجاري من هو مدن تجاري ميسو لكن هو مدن إلهي سبحانه وتعالى وحسيي ما يلبذن أي كوكبان عمر جود الجابن وحكم إذا ليلة الخضرة خير من ألف الشهر يكبر كبدني هاي وحنا تلمامان علمان إنه سديتني شن سنة ما لها سوكود دوانيه وحك لا إلهي سبحانه وتعالى وينسيي جمعينك جمعه لبدا جمعه جمعها مقرن سدخدو دا كفاره لما بينهن اي النبي عليه الصلاه والسلام كفاره اي ويهن صلاه دي او كلا ساسو كلا ينيغونا صلاه با صلاه دي مقرن ساي لبدا صلاه دخدو دا كفاره لما بينهن وحا كلو الله سبحانه وتعالى ومدن وسيي ساعات كو جيرتا مالنت جمعها او الله سبحانه وتعالى هدي اينو بارينو اينو وافجيه ساعات داس وخي الله سبحانه وتعالى اينو وبهنو الله سبحانه وتعالى وينسيني وحا كميدو الله سبحانه وتعالى وينسيي أيام الحجة مع المهن إمك أنو كجرنا طبعاً كج أي كم انتهى ما أنت عرفه قفك الصومة إلهي سبحانه وتعالى دم بيجي سند لصور عافية سند صور إلهي سبحانه وتعالى ودم بدافيه سيدا سلم دا ما لبذن أو إلهي سبحانه وتعالى ومدن وسيبة شرته سي أي عمر جودا جابن أي وكبان مركا ما أنت عسي بري أو خميس أو يكون بيجن تهاي كيف شقيني يا يكي أشغينين يكي أوده أنت بوحة كل دردار مياه إن أي سومان ما لنتهس أي كفة إذستان يقو إلهي سبحانه وتعالى أقدوانيا أو كجت أجر ضلبيا إن إلهي سبحانه وتعالى دنبي قوده أقدوه فالسند لصور عفي يسند صوص عظمة أنت كدب هذا حدي باكوحكتا وما لنت تبناد تدك مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى ويدنا أسي نمعوين القرآن سيد النبي الأمر يفصل لربك وانحر الله سبحانه وتعالى أتكو وحنا أقور على ليه خاصة حلق وحلق قور عيا وبعد الصلاة أما خد بدك كذب أيا وحلق قور عيا وضد كنا مكمانته إنه شغلنا شرملك وأذك تها يقفكو إنه شانس كأسلحة له إنه وحنا قور عه صلاة دين وصوت كذا ما ننتي عيدنا وكذا بقى تأدي بوقت كانسا نوقن هاي وحوي هداد دم عديد ما أنت إنه نافق قور عديد وحيكو كل في ساعة maalin taas oo dhan inuu neef kaas uu ka qaato salaadina aad tukan kar weedid subaxii faylka aad gashaa laga yaabo inaad ka soo baxdo galabtii aad ka timaado marka laakiin qofkii isagu awooda ee u saamaxayso waxa wanaagsan inuu u gowracdo neefka u gowraco waxa iyaduna kala oo magaranaysa maalmahaas ay khasusaad u leeyihiin salaadii oo kala salaadii ciid ahayd inaga madhabteena ka shaafici ahaan waa sunna muakkada way waa sunna la adkeeyay way oo aad iyo aad wanaagsan qofku inuu tukado maalinta iyada
halka madaahibta qaar ay iyaguna leeyihiin sida madaahibta qaar kalena iyaguna ay ku tilmaamayaan sida xanafiyada oo kale ay leeyihiin iyadu waa faral weeye marka isku soo duub innaga waxa weeye waa sunna muakkada inaynu tukanno maalintaas laba qaabood baa haddaba markaa iminka soo baxday maadaama oo xanuunkii COVID-19 ama coronavirus uu aad iyo aad u soo batay hawl hore wayna ogeyn dadka muslimiintu dhammaantood inay isu soo wada baxaan meel bannaan lagu tukado waxa weeye rag iyo dumar iyo laisugu wada yimaado halkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo lagu allabariyo lagu tukado laakiin iminka maanta xaalado kale ayaa inala soo darsay oo ah in xanuun uu yimid meelihii laisugu yimidna ay suurtoobeynin meelaha qaar inkasta oo waddanka Jarmalka aan si official aan loo ciilaamin arrintaas laakiin haddana cabsi iyo baqasho way jirtaa qofkii isagu markaa cabsada falaa baasa fiiha dhib ma leh gurigiisuu ku tukanayaa kii isagu markaa aan cabsan ee is-ilaalinaya kii markaa isagu is-ilaalinaya baalkii gafuur xirkiisa soo qaadanaya dawadiisii ma garanaysa alkoholkeed soo qaadanaya maxaa la odhan jiray sijaayadiisa iyaduna waxa weeye falaa baasa fiiha waayo waa iminka iclaam toos ah oo la yidhi ha isu imanina ama salaad ma tukan kartaan ma jirto sidaa awgeed waxaanu leenahay qofku markaa haddii uu guriga ku tukanayo maxaa la iga baahan yahay guriga markaad ku tukanayso waxaa lagaaga baahan yahay keliga haddaad tahayna waa tukan kartaa haddii aad jamaacad tihiinna waa tukan kartaa haddii adiga iyo faamilkaaga iyo caruurtaada keliya aad tihiinna waa tukan kartaa imaamka hormaraya waxaa ku xigsanaya wiilasha waxaa ku sii xigsanaya dumarka iyo gabdhaha ayaa ku sii xigsanaya saddexdaa saf bay samaysanayaan kow toddoba takbiiraad ayaa layga rabaa toddoba goor inaan allaahu akbar idhaahdo noqonayaan qiraa'atu alfaatixa ad akhrinaysaa suuratu alaclaa ama sabbix isma rabbika alaclaa baad akhrinaysaa haddii aad xifdisan tahay haddii aad xifdisanaynna falaa baasa fiiha wixii kale markaa qur-aan aad xifdisan tahay baad akhrinaysaa ee kuu fudud waad rukuucaysaa waad ka soo kacaysaa waad sujuudaysaa sidii caadiga ahayd sujuudda markaad ka soo kacdidna lix takbiiraad baa laga rabaa ta koobaad aad ku soo kacdo oo allaahu akbartii ahayd iyo shan ka dambeeya ayaa laga rabaa kadib haddana suuratu alfaatixa ayaad akhrinaysaa haddana waxaad akhrinaysaa suuratu alghaashiya haddii aad xifdisanta haddii aad xifdisanaynna wixii kale markaa kuu fudud ayaad akhrinaysaa kadib waad rukuucaysaa waad ka soo kacaysaa waad sujuudaysaa waad taxyaadsanaysaa salaadii waxa weeye saas ayaad uga baxaysaa wax khudba oo lagaaga baahan yahay ama looga baahan yahay qofka markuu saas kala sameynayana ma jirto khudbadda waxaa loogu talagalay marka dadka muslimiinta isu yimaadaan halkaas in lagu wacyigeliyo oo ma garanaysaa loogu sheego wax jazaakum ullah khayr intaas ayaa naftaydii naftiina ku dardaarayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan weydiisanaya aniga idinkaba kuwa loo dambi dhaafay in ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu daro